من الثنين للجمعة من الخمسة للسبعة، هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيمي بن نور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه راسين كاري، كل يوم راسين كاري جديدة على اي اف ام من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. مرحبا بكم مستمعينا، هذه راسين كاري لليوم الثلاثاء، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه. يوم صيفي اخر من ايامات الربيع وسيسر ويحكم برشا برشا خطخان دونك 36 يظهر لي 35 ديما لمويان عاليه نتاع نتاع ايامات الربيع اللي تعدى طول بقوه. تذكروشي ايامات استنى ماي اللي هو ماي عاتي على اوت مازلنا فيه تو، ذكروش الايامات الاخرانيين فيفري وماي، يعني سيتي افريل وماي عمي ولا ذوك اي عمي ولا فوالا سيتي بيردي لو بلوس. يلا وين ما تكونوا ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه، تشوفونا وكذلك تسمعونا على اف ام تي في، مرحبا بكم وبلحظاتكم. يرجعونا يلا رقم واحد جميله الشحي اهلا وسهلا ومرحبا، سلام على الناس اللي يشوفوا فينا ويسمعوا فينا، بوسه كبيره سيس رواحكم. فرحانه انس، عندي برشا ما شفتكش، توحشتك. يمر بفتره صعبه اي قال اي الويكاند حرجه سافا توا سافا ميو متجوز عندي بسي باهره والله. لا اسمع بسي نفسي دكتور سليمان لافي يعمل يعمل في 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 كويز روحه فشاف انه ما نجمش يجاوب على الاسئله الكل دونك دخل في فتره فتره صعيبه نعرفها. يلا رقم اثنين راس بن مالك. مرحبا نسكن سلام على المستمعات والمستمعين كل في بالك سامي بن نور ولا يضربوا بين المثل انا وانت فيش في الصديقه لا يا ليتو لو غيلي ياخدي ولا بالحق البارح هبطت انا وميكا مع مومي غنمي لفا جاتني معناتها مدام راه هكا سلمت علي وقالت لي انت يا ناس راسين كاري مالك، قالت لي انا راه في الخدمه انا واحده في الخدمه مسمينا ناس بن مالك وسامي بن نور ديبون وين تخدم عا طب قل لسامي قتلي جيت صور معانا سامي في البقعة اللي نخدم فيها انا اي فوالا حياتنا ليها دونك قلت لها شكون انس بن مالك شكون سامي بن نور، قتلي انا هي اسمها منى انس بن مالك والاخرى اللي تخدم معاها نوجه لها التحيه زاد اسمها حنان هي سامي بن نور مسمينهم اكيد فما برشا امثله هكا فما امثله اي اللطف كيما فما برشا امثله نتاع ناس وقت اللي يغيب المباشر الحد ما نقولش عارفهم مباشر يعني زميلهم المباشر ولا اللي مستنسين بيه ويجي حد يعوضه تبهت انت مخيبهم تبهت انت وكيفاش يتصرف كلي بتاع مات الملك عاش الملك عرفتهم تقصد قلبين فيستا فوالا باللغه نتاعنا رقم ثلاثه شاد اللي عارفه وي لا لا اشخاص تطلبك منهم او يقابلوك تطلب منهم يا خويا حاجه لا يعود كيما اللي قالك واحد مثلا يكتب ستاتيو ويبدا ما مقصود فهمت الستاتيو يجي المقصود بيدو يقول له يعطيك الصحه هو الوحيد اللي حس اي هو الوحيد اللي رقم اربعه ترجع لنا الشكر رمي شوشه سيدي خويا سيدي والله بلاصه ما عليها حتى حاجه سيساي عندك الفار راه تنجم ترجع له احسن شيء قلت يا وعلاش تتسند خليني كمل ساعه نسلم نقول على السلامه ومرحبا بك الكهرباء والله لا ماكش في الكهرباء نهار في بالنا لا والله الساعه الثانيه سي ماكش في الكهرباء لا وقتها بالصدفه جات الكهرباء اولا الحكايه جات والله بالحق في الساعه الاولى لا ساعة الأولى سمعتها تاع النفاق أما بعد أي نفاق سمعت تاع النفاق لا وقتها أنس يتبع فينا يسمع فينا شفتوا يتفرج فينا دونك سلموا على الناس الدار يعمل رديف نشوف هذاك شي معناها بروفيسيونيل نشوف جميلة بصراحة اللي توجور إيكال على المال اه وي كوريكت وشكرا زاد ظهرت لي ما عنديش فيستا جملة أنا نحطكم في التلفزة هكا قد الحيط الكل أنت عاد أنت عاد وراسك يا سي سي وك الزين وك الشبوبية الحمد لله خويا العفو 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 افرش اسمعني نحب نحكي انكدوت على فيسع خاطر حكيت برشا حكايات بالحق بالحق هذا انكدوت ما تنجمش راه حكيت برشا حاجات اليوم نهار غرة نوفمبر 87 عملوا مسيرة دعم بورقيبة اسمها وخرجوا في المظاهرات يعيطوا الصحة هي وتعيش البورقيبية وفرحوا الكل
فما واحد ده معروف بالشعبة ويبدأ حتى الديخ يغني عطام عنده الصحة هي سخانة وتعيش البرجي بيا وديخ بعد هزوه واحد خاطر متأثر برشا نهار 7 نوفمبر شعمل بربي خرج يعيط هو الغمة نزيحة هو الغمة هو كان لبس نهارها مريول أحمر مش لو نهارتها كان لبس مريول أحمر في جمعة حاسينه ملي كان معناه سمحني انت تقصد اللي سامي هو برجيبة وحاتم بالحاج بن علي هذي هي شرفني سبحان الله سبحان الله هكا نفهم واحد وشكون في دور ما بيناتنا سامي تنجم تعدينا غنية خلي يقول واش يهمنا يلا توا وقت الكياسات وامورها ونشوفوا اسكو لا سيركولاسيون خفت شويه ولا مازالت اذا الخمسة وشويه مازالت اكثر تفاصيل معها هي ايناس في انفو ترافيك نحب نتمنى عيد ميلاد سعيد لشقيقه المعدة نتاعنا درة عياد اميره عياد هكا كتبت التكست دونك انا وفي باش نقرا كيما هي كتبته عيد ميلاد سعيد للبرنسيس اميره عياد من عند اختك الصغيره اللي تحبك برشا وتقول لك ربي فضلك ليا يا احن واحلى اخت في الدنيا هابي 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 بيرثدي تعيش الاخوه ربي يخليهم لبعضهم انت الحب وانت الحب ديما الاخوه عياد الاخوات عياد بيناتهم معناتها معزه خاصه كان الأخوة عياد سؤال وجيه اي ديما الأخوة عياد أخوات عياد سؤال عاود كان الأخوة عياد خاصة والأخوات الأخرين زاد مش عياد هكا نعرف المولودين في العياد في العياد المناسبة تحياتنا ليها وتكا وتحياتنا للناس اللي مولودين شو اسمه يا أخو تريم عياد هلا هلا عياد يلا مولودين اليوم الكل تحياتنا ليهم مولودين في الأيام هذوما كل هما برج الجوزاء هذوما جوزاء جوزاء عندك فكرة على برج الجوزاء هو عندي فكرة هذوما دوب الفاس لا لا ما قلتش هذا بالعكس أما عندي فكرة معناها عندي أصحاب من برج الجوزاء أغلبهم معاش أصحاب معاهم لا محالة مازال واحد قريب عن قريب لا لا ليه أنا عندي صديقة لا هو حكاية فارغة الأبراج لا مش كيما برج الجوزاء في نساك وفي رجالي راسي ماهوش علم صحيح سامحني سي في اللي تخيل أنا ساعات تقول لي تي تحب تفهمني تي أنا مانيش فاهمة روحي وأنت تحب تفهمني تيقول لك شنو المميزات شنو المميزات نتاعك تجيب القلب هذا عند الناس الكل ولا يقول لك شنو لي ديفو سريع الغضب نرفوزي نرفوزي أما قلبك حنين هذا يحط ستاندار على الناس الكل عندك حزن في عينيك أنس ديسك شو معناها بيسكوي بيسكوي شكرا بيسكوي بيسكوي كوي ميني بيسكوي ان بيسك كوي يعني كوي معناتها خبز خبز طيب لا هي الكلمه كي تقسمها تفهم بيسك بون كوي معروفه اما البيس كوي طيب 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 بيس بيس عاود 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 طيب طيب مرتين عاود طيب بيسكوي كلمه مركبه بين بيس وكوي قبل الذية كانت الكلمة شوكوتا لموذة لموذة يا ولدي ما تقولش ماركات ماركة طبعا تقولوا بيس بيس معناها مرفقة عاود مش موجودة بتاو الكلمة تفكرت اللي كانت تعمل تكمل حفلتها بيس بيس زينة وعزيزة ما خلطتش على ذوها بصراحة انت خلطت على سسمة عزيزة صغيرة لا مكانش يروق لي انا نمشي نتفرج في حاجات حفلات الا الحاجات اللي مغروم بيها عليه ليش بيها الكافيشانت خرجت اجيال خلطتش على ذايا شو قلتكش خرجت اجيال مخلطتش لما حال مخلطتش انا عليه لا بسويقة بيسكوي هي كلمة مركبة من بيس وكوي يعني طيب مرتين جهت التسمية ذي من أنس من الكوي للبحارة البحارة في المويناج اللي كانوا يطيبوا الجاتو بالفرينة والخميرة وفما اللي يزيد الماء والعظام وكانوا يطيبوهم مرتين في بلاست مرة بركة فما اللي يزيد الماء والدقيق باش ما يفسدوش وقت الرحلات دونك يعني يجيبوهم طيبين مرة بركة من دارهم ويعاودوا طيبوهم مرة أخرى في السفينة والهدف أنهم ينحيوا الرطوبة ذيك اللي موجودة في الجاتو مثلا في ساعة يفسد دونك كي تبدا يابسة ومحفوظة بعيد عن الرطوبة دونك تقعد أكثر أكثر وقت كما مرة أشرنا للحوت البقلاو اللي هو الحوت الشايح اللي عنده عينين البقلاو المغو هذيك بلالو الحوت هذاك اللي البحاره في البرتغال كانت من تقاليدهم انه يشيحوه
دونك ياخذوا اي سافروا بيه شايح ويطيبوا بيه. هم في موريتانيا يشيحوا عندهم عادات. نحكي لك في 1400 واش كيما القديد عندنا قول لي حاجه لا ميم كولتور اللي هي كولتور قديمه هذيك جايه حتى من الفراعنه. صحيح هاي صحيح القديد والواحد يلا نعملوا اللي الضروره ساعات تخلق لك حاجه بيسور سادابت يا نعملوا البقاله واللوز بالفستق. انت تمشي تمشي للمارشي سنترال بقاله تفكرها في تركيا بندقلو فندقلو. ايا لي دوز ايكيب شكونهم بينين عاد؟ انا ونس اليوم لا لا ذكوره عليه يا اخويا اتحاد ديمقراطي. لا 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 انا نامر بروحي حد عليه منافسه. شكرا انا وياك جيجي شكرا هاي وريني انت وجيجي انا معناه سامحني هو مقاد يتنصل نحب انس وانت تعارك نحب على انس. لا 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 ما خلاص لا هي على هذا هو على المبدا على المبدا على المبدا يا شيخ جميل على المبدا صحيح. اش تديك انت علاش تحب تكون مع انس؟ انا نحب اليوم نقولوا هكا حكايه ما بين النساء انس جميله وشكرا مش هكاك على حكايه ربي في الوجود يلا ايش رايك جيجي تعيش المراه صديق ياك هو يعيش الرجل اما اسمع تناسب فيسا 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 كيستيون رابيد اجا منا خلينا مش نقعد ريفليكس لا لا قعدت بلاش خلينا هكا بالعينين شنو هي اللون تو بدينا بالاسئله السريعه شنو هي اللون اللي نزيدوه للازرق باش نتحصلوا على الاخضر الاصفر الاصفر شكرا صحيت شوشه وينك وينك قلت اصفر الايام كيف الريح غنايا لي شيخ رابيد شيخ العفريت انس لا عاد اسمع خلونا شويه وقت عاد باش تولي الحكايه ستريس هكا هاي امشي ميسيرش ميسيرش شكون مؤلف مسرحيه رصاصه في القلب؟ رصاصة عربي توفيق الحكيم توفيق الحكيم شدلي قديش من منتوج جديد يظهر في العالم كل يوم؟ 50,000 100,000 ليه منتج مش كميه راه منتج منتوج 10,000 منتج 120 منتوج 200 منتوج في الجو هذاك 3000 بعد 33 منتج جديد في العالم كل يوم 13 منهم في الصين لا في امريكا لا في اليابان نوعيه موجهه لحرفاء معينين تينز صغار العاب الاطفال العاب اقدم نادي رياضي في الخليج هو نادي القطري هلال القطر هلال. لا سعودي الاتحاد جده لا الخليج 1928 العراق ايراني كويت بحريني بحريني البحرين المحرق البحرين المحرق عملوا هما كي جاوا اسوا النفط غاديك عملوا جمعين المحرق وين صاحبك قداش برافو اقل شعوب العالم اصابه بالصلع هم الشينواتيك ليزياتيك شعرا الياباني لا 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 الهندويين الهندويين الهنود يقصوا برشا شعوراتهم يبيعوه الهنود الحمر هي اعطينا نص نقطه قلنا الهنود والثانيين شكون الهنود في التاريخ المغول المغول فردراتسا كتاب الف ليله وليله فردراتسا كتاب الف ليله وليله هي قداش من قصه الف قصة لا 1200 لا اقل 699 568 حكاية داكوغ شو قانون ادموند في الولايات المتحدة؟ هذه والله نعرفها نسيتها شكلها تعرفها والله نعرفها نسيت ادموند لا تعرفها اعطينا انديس اعطينا انديس اعطينا انديس الزواج ادموند سنة الزواج ولا حاجة من هكا لا سمحني شكرا مش مستناك هو قانون يمنع تعدد الزوجات كيما عندنا نحن يعني عندنا قانون ادمون باهي اليوم المواقع هذه اللي عندها شهره كبيره منهم هذا الموقع اللي تاسس نهار 14 فيفري نهار عيد الحب 2005 هو تندر هذاك شنو 2005 تويتر موقع تعرف موقع ماهوش موش ريزو سوسيو نحكي موقع تاع تعرف شنو تاع نتاع كوبلويت لا مش ان سيت بدو موقع شهير موقع موجود لليوم نستعملوه لليوم الناس يخلصوا منه يوتيوب 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 عندنا 2014 فيفري وي
عنا الاكستريم تاع الغنية هذه الفرنسية، نحبك انت برشا، نعرف انت اناس تحب برشا الاغاني الفرنسية. لا الاغاني الفرنسية لحظة بركة جملة، هاي با جملة. شكون صاحب الاغنية ذي قبل ما نسمعوا الاكستريم؟ Elle est d'ailleurs, je suis tombé en esclavage. هي السيدي ذاك تاع يرا يا الله، مش كاسيت مش سيدي. في يعني هو يظل بعد ذاك ما عمل حتى حاجه معناها. فماش كاسيت وقتها. Elle est d'ailleurs. سمعتها في الكاسيت. يا بعد جيت يا ما خرج في 33. عدد اللغات في اوروبا هي 10. الاتحاد الاوروبي ولا اوروبا؟ اوروبا. اوروبا الكل. ثمانية لغات. لا اكثر برشا. اكثر اكثر. اكثر برشا. 20 200 لغة. أوه. لست قلبي لعبد الحليم حافظ في أي فيلم الأغنية ذي؟ أبي فوق الشجرة. وي شادلي. لا غلط غلط. محبوبة محبوبة الجماهير. وي معبودة معبودة الجماهير. بابا معبودة الجماهير شبيك. لا لا معبودة الجماهير. معبودة سمعتها معبودة الجماهير. لا هو والله لا والله سؤال غلط. سامحني 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 دقيقة. جاوبت بعض ما جاوبتوا نحن نفس التيم. قلت أنا معبودة. فوالا معبودة تعرف ربي وربي يعرف معبودة. لا لا شكرا تقصد معبودة هي. هي وين قلت معبودة؟ لا عن شاكرة نقطة عندي ولا عندها في بالك نفس البريد وياها. باهي باهي عندي عندي. لا لا اعطيها 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 يا باش تعطيوها على محبوبة الجماهير. سي بون شيد اعطيها. فما فما الحكام انا خاتيني الحكام هما يقرروا الجوابرة. لا لا صحيح صحيح. الناس كل نجم نقول معبود الجماهير. فيلم اخر عام قداش تم عرض فيلم لورانس العرب في انا عام عمر 27 لا 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 خايب هو وقتاش لورانس العرب. لا فيلم قلت لورانس العربي عمر شريف. لا بيتر اوتول عمر شريف هو لورانس. اي اي هو على هو بيتر اوتول. اي فوالا عمر شريف الاعمال الشخصية الاعمال الشخصية فوالا اللي يمثل لورانس العربي هو بيتر اوتول. اي سي سا. شنو هو اسم المسلسل الرمضاني؟ جيفاغو. جيفاغو عمر شنو هو؟ شنو ما في باليش انه الاسئله تاثر فيكم لهالدرجه تتعاركوا به. شنو اسم المسلسل الرمضاني اللي انجدته حماس ويحكي على قصص المقاومه الفلسطينيه؟ تغريده مش تغريده. لا شوقي ماجي مملكه النمله. لا فيلم مسلسل مسلسل فما مسلسل ترويحة معروفة أمان مسلسل فلسطيني. لا ما هيش الفلسطينية. أي لا قبضة الأحرار. آه لا على شنو تسميت جمهورية السلفادور في أمريكا الوسطى؟ منجم الذهب. على على المنعان كريستوف كولومب. سلفادور. لا سلفادور سيتن قديس. قديس. أنت شنو إجابتك؟ كريستوف كولومب شنو المعنى معناه علاش؟ منع لأنه هو اللي منعك يهبط فيها لو سالو معناته. هي هي هو المعنى صحيح ولكن غلط الشخصية. الكلمة تعني المنقذ بالإسباني ولكن قديس هي دي فيها على عباس قديس. هي النبي عيسى. داكوغ. قداش ديما طول زواج في التاريخ؟ 80 سنة. 100 سنة. اي 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 79 سنة. يا 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 نورمال مانتا والله تعطيها النقطة. ما فماش شكون وصلوا 100 لا شكون شكون هما الكل 79 عددك يوليو يوليو واحد يوليو زوج بابنا موش بابنا يعيشوا برشا. هو هي 120 هو 118 وعرسوا صغار. يلا فاصل في وسطهم الحلزونك اللي يرقد 3 سنين. فاصل صغير ونرجعوا. على خاطر يا فام تحبكم وتحب تقرب لكم وين ما كنتوا تنظم لكم الحفل الحدث سفير الأغنية التونسية زياد غرسة في باريس. زوز حفلات استثنائية موعد مع الطرب الأصيل والفن الجميل أيام 3 و 4 جوان 2022 بداية من الساعة 8:30 بمسرح لو 13 مارس. احجز تذكرتك من تول سهرات زياد غرسة في باريس مع يا فام على موقع لو 13 مارس وموقع فناك ولي بوان دو فونت ابيتويل ولا على الرقم 33 1 48 28 53 53
00331 48 28 53 53 53 لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 58 550 777. استمتعوا بالفن والطرب مع EFM أحلى رجو. كل يوم غاسين كاري جديدة على EFM من 5 إلى 7 متاع العشية مع سامي بن نور. يلا رجعنا في راسين كاري. شادلي وأنس 5 نقاط و 4 4 اوكي 4 4 يلا شكرا. الدور الاولى باهي متضرب كيفاش؟ الدور الاولى مش ماهيش حرب راه حرب ماهيش حرب عادي حرب ضروس 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 عقل زاد باهي. الماء المعروف انه هاش دوزو البارتي الثانيه البارتي الثانيه الماء مازالوا اسئله سريعه اي الماء هي عاد فيقنا يا صاحبي هاني فيق. معروف انه ديما يجري من فوق للوطه مثلا كي تشوف الشلالات ولا كي تشوف فوالا الا طلع الماء السعده الا حاله وحيده هي فما نهر واحد لا لا الماء الماء من اللوطه لفوق اي اي حاله وحيده هي هي التبخر في حال لا هو ماء ماهوش متجمد يعني ما ماهوش بخار في حالة سيلان في حالة سيلان كما البركان فوف وطبيعي طبيعي في الشيشة كي يبدا يبقى لا 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 كي تبدا بركلت زينا بلاصة معناها موجودة فعلا اي طبيعيا يعني موجودة كي باش نقول لك الإجابة باش تقول لي في المياه المعدة الطبيعية اللي تخرج من جوف الأرض العيون 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 العين البير البير العين كيفاش العين معناها العين, العين ما تشوفكش العين ضغط فيها فما ضغط يهبط زاد العين يهبط من فوق اللوطه على اللي هذيك اللي انفجارات اللي مال البير بصراحه اللي لوج علي انا هما في البرك البراكين الينابيع ايش قلت لك العين اللي مش لا ليش الينابيع ايش قلت لك شنو الفرق بين الينبوع والعين الينبوع والعين فما فرق فهم كمان به فهم ينبوع ومنقوع باهي اسمعني بتوسك فيها قولوا له ينبوع ينبوع ينابيع هاي شنو تتسمى انت الحمار اتان الاتان يعرفهم مليح يعرفكش الاتانات كلها صحابي صحابي تسمع جميلة تسمع قال نقول ما راكم جاوبتوا عليها انا انا عطيت الملاحظه قبل ما يقولها رد بالك رد بالك لا يعرفوها فاسيلمون اسحب كلمتك علاش قلت ما عادش عليك ثاني كابوس انت تسحب كلمتك اتين ايش معناتها اتين يعني اما قلت لك انت صحابي انا اصلا انت تتكلم قاع اي قلت لك يعرف لنثة اكثر مننا نحن كي بالك الحمار من اذكى اذكى من الحيوانات مسكين الحم نتاعو ما مظلوم علاش الحم حتى وحنا نقولوا اذكى يدخل الحم نتاعو والله اغلى الحم بعد شوية باش نرجعوا مع ال لي كيستيون غابيد قديش توا 5 5 5 4 احنا 5 4 يلا اتين انتوما جاوبتوا عليها اتين جاوبوا عليها لا جاوب حد جاوب انا 5 4 ملاوين ال 5 اتين انت هاي سانكات انا جاوبت عليه سانكات بك خذ انت ما خطيت 4 يلا ان هي السمكه اللي تنجم تعيش في اليابسه لمده طويله طويله توصل لسنوات دوفا سنوات كيف هاوي ما حيوان برمائي يعني هي سمكة معناها عندها خاصيات بربي التمساح سمكة لا برمائي هي السمكة تعرف شكون فقمة سمكة هي حوتة هي يذولي عنا تصويرتها تصفر نجم تعيش في اليابسة وي فقمات بطريق 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 ماهيش ماهيش نابورت كيل معناها اه هاي تصوير واحد وزرة هذي تيب صوتي هذي شنية هذي سمكة عمري ما ريت لا 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 به فوتوشوب هذيا سمك يا ودي وازغه سحليه خرجي سحليه شنو هي هذه سمكه اما شبه لونها اي هذه سمكه ما هي السمكه هذه السلمندر هي سمكه متوسطه الحجم تعيش في المياه العذبه وقادرة على العيش على الارض تفاصيل جاب لنا تو ما فهمناش انا قاعد نحكي لك اسمعني تفهم وقرب للميكرو كي مش تتكلم به قادرة على العيش على اليابسة من دون مياه لعدة شهور متتالية وحتى يا سلمندر التجار بعد جو برسم وكذا والله عجبتني يا صاحبي سلمندر التجار ما ضحكتش عليها يضحك وبعد جو بعطي المعلومة حلو 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 بربي سايبو والله قلت شيء اعطينا فرصة نضحكوا
وحتى للسنين. خذ راحتك يا ودي، الجمهور حاسس بس انا استجبت انا ليه مخه في الدربي انا نهار راح حتى لي بدي يركز له انت حتى لي سنوات. دونك السمكه هذه عندها رئه مع الخياشيم هذوكم تمتلك جهاز تنفس متطور جدا، وهو ما يحييه الاسم نتاعها، تستطيع لانه تستنشق الاكسجين مباشره من الهواء تماما كما الحيوانات البريه وكما الانسان. دونك تعتاد بعض انواع هذه الاسماك على تنفس الهواء خارج الماء، مما يؤدي لتراجع وظيفه الخياشيم نتاعها كلما اقتربت من مرحله بلوغها، ويمكن ان تغرق كذلك في حال انه بقيت تحت الماء لفتره طويله ما تنجمش تغرق. الميكانيزم تاع البشر، الميكانيزم اكثر البري يعني البري. لا لا ظهر لك يعني خيشو منتي بيوين الخاقة في البر هذي بعد تنتج بتحاوس الخاقة خدير البوزي بل في القاية معين في الأفريق تلقاها بي حاجتها في الأفريق ما تتخاها تحاوس هذي تقوم يسوك كما ليزيقوان وكل شو ذيك في بالك احنا البارح ستي فما 3 كونيكور يفي با دو شوفوشمون مثلا نقص نقص انت الرابع علي هو الرابع ليش هو راهي المساله ماهيش متعلقه بالعدد. هما عندنا زوز ابطال العالم احنا في الحكايه دي وحاضرين اليوم زوز بالزهر حاضرين زوز اليوم مش لازم نحرجوهم. الاتصالات العالميه تتعدى من شنو من الجيران كده سؤال سريعة لا ضيف سؤال في عقله جاوب في عقلنا ولا في الاتصالات يا ناس ما بين 1850 و 1956 تليجرام هذا بداية الحكاية بتاع الاتصالات تتعدى وين معناها محيط الأطلسي وي لي كابل سو ماران دونك لاستالاسيون وقتها في 1988 ظهروا لي كابل سو ماران نوميريك اللي هما مكونين من دو بير نتاع فيبر اوبتيك اللي ولاو من 2010 يمكنوا انه 99% من الاتصالات ما بين القارات تتم عن طريقهم. ف 2018 فما 484 كابل تحت الماء اللي يمتدوا على مسافه 1,200,000 كيلومتر. 50% من الاستثمارات في القطاع هذا قامت بهم الجافام اللي هما عمالقة الويب. شكونهم؟ جوجل، جوجل، أبل، فيسبوك، فيسبوك، ريتا، إم، جافام. سميت ثلاثة. ساعة. أخرى. أو إم. أبل دونك الأخرى. إم شكون ساعة؟ ما موتورولا. لا. مي. مايكروسوفت. مايكروسوفت. والآ. أبل. لا. قلت أبل. الآ الثانية هي أمازون. أمازون. دونك الخمسه هما جوجل وابل وفيسبوك وامازون ومايكروسوفت اللي هما عمالقه الويب. سوم الكابل الواحد يصل الى 700 مليون يورو. يورادو كو ها شو حتى واي بلا واحد ما ينجمش يقول بربي يعمل انت وخذ قرب بربي. على ذكر امازون ما يتسرقوش هذوما بربي كيما نحاس لا 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 يا مش عخدموهم يا ما يصيروا دي زاكسيدون يصيروا دي زاكسيدون حيوانات ولا ساعات نجموا ياكلوها ساعات بالزهر يعبدك المخذاف الواحد صاروا دي زاكسيدون. على ذكر الامازون وفيت ما عرفت نفرش فيديو وان شاء الله احنا نعيش نهار الحاجه هذه ليش شنو هم الامازون معنيش امازون معنيش امازون نحكي لك على السيرفيس نخلصوا من برا ونفرش لو سيرفيس ما تنجمش تخلص من برا زاد ما عندكش باي بال ما عندكش باي بال كوره شامبيونات فرنسا في امازون اي عادي ان توكا نشوف في فيديو عامله واحد مصري وشفت مره زاد واحد تونسي عامل فيديو على امازون لي غون سيرفاس نتاعهم اللي ما تلقى فيهم حتى حد كاين سيكوريتي تدخل بالشريو نتاعك تاخذ دو ساك اللي هما كونيكتي زاد روحك والكاميرات بارتو. دونك قد ما تهز حاجه اولا يبدا عندك لو كونت امازون معناها ما فماش بعد لا كاسيير لا حد شيء ما فماش كاسه اصلا يعني تاخذ
الشغيوت مثلا تشري تشري دبوزة ماء وشوكولاتة وحكة طماطم تتفكتر دوب ما تخرج من الباب يجيك ميل تقول لك راهو اليوم صرفت 15 دولار دبوزة ماء بزوز دولارات و... الله سي لافونيير. وشاف مرة عمل تجربة مشى للكوان تاع الفينوازري وين فما الكرواسون كل شيء قال انا باش ناخذ كرواسون ناكلها ولا باش نشوف اسكو فرد سوم هما البان شوكولا والكرواسون باش ناخذ كرواسون اسكو يفكتر لي فينوازري ولا باش يقول لي كرواسون اي بان قالو كرواسون يعرف كل شيء الكاميرا باختورة باهي وكي ياكلها كيما عندنا العادات السيئه في الجروب يجيك سيكوريتي هم الوحيدين الجنس الادمي الموجود في المجازا هذا هم سيكوريتي في كرشو زعما تتفكتر طبعا ديجا دخلت بالكونت بتاعك سي بون نعرف نعرف مرشي مرشي يا ريانا كيكا معناتها كتاب كل شيء تفكتر لا انا شفت شفت مره واحده عندنا نصب الكاميرا شفت مره واحده من لي غون سيرفاس اللي عندنا في تونس حبوا يعملوا التجربه نتاع الكاسه اللي ما فيهاش كاسير البقيه تنحكي ونهاريخ في الاوف ما يبكاش واحد يشري لا لا ما زالت معناها بون يشري مثلا بذعه معينه ويرجع مثلا يكلموا صاحبه يقول له لا بدل لي النوعيه اخرى يرجع يقبلوا له التبديل ولا جو بونس كيل فو فير اي فو يكريغ ان ميل ولا حاجه هذول لي سون تري رياكتيف الراجل خرج بالباب والميل جاي ما تخافش راه مخمم الحكايه يعني واضح اي وي يلا انيس ان فو ترافيك Shell V-Power, le carburant premium, il y a-t-il motour karabtik akfer najea ou fa'ilé. Shell V-Power, super sans plomb et gasoil sans soufre, est le produit de l'année le l'âme thani à la tawali. مرحبا بكم مستمعينا شادي عرفاوي شكرا رماح لماذا بيت نحي التليفون أنس بن مالك جميل الشيحي هما جروب اليوم السؤال ولد بتونس في 4 جانفي 1909 وتوفي عفانا عفاكم الله بمرض السل بمستشفى الرابطة علي الدعاج وي شنو كان اسم الرابطة قبل المستشفى والله ما ارنست كونسي اسم اما مات بالسل في توفي في تونس في 27 ماي 1949 كاتب وشاعر ورسام كاريكاتوري كان خليت 49 راني طلعت واعلامي ورائد الادب الفكاهي في تونس اسرته تنتمي للطبقه البرجوازيه الصغيره غير انه فقد والده وهو في سن الثالثه وتعلم العربيه والفرنسيه في المدرسه القرانيه غير انه انقطع عن الدراسه في سن 12 واصل تكوينه بنفسه يعني عصام التكوين عن طريق المطالعة كان يقبل على قراءة الروايات والدواوين الشعرية كما كان عنده مخالطة مع الأدباء أمثال زين عبدين سنوسي صاحب مجلة العالم الأدبي وكان يتردد على المقاهي والمجالس الأدبية اتصل وبالقاسم الشابي والطاهر الحداد كما عاشر مطولا القصاص محمد العريبي كانت عنده علاقة بهم والكاتب المسرحي عبد الرزاق كرباكا نمت ثقافته شيئا فشيئا كرباكا 45 كرباكا صغير شابي صغير في الفانتين ولا والترانتين شابي عمره 25 سنة ولا 25 اصغر واحد يعني. حتى اصبح من اعلام الادب التونسي المعاصر بداية من 33 انتمى الى جماعة تحت السور الادبية الى جانب عدد كبير من الادباء والشعراء والصحفيين الف في مختلف صنوف الأدب تجاوز عدد التمثيليات الإذاعية لألفها تقريبا 100 تمثيلية ألف العديد من الأغاني اللي لحنها وأداها عدد من أبرز الموسيقيين كيما محمد تريكي هادي جويني صادق ثريا صالح خميسي حسيب الرشدي فتحية خيري وغيرهم وقد صدرت له سهرت منه الليالي جولة بين حانات البحر المتوسط تحت السور والإجابة كما قال شادي علي الدعاجي جولة بين حانات البحر المتوسط سان دوكيمونتير مكتوب يعني فريمون رحلة هو تتخيل داخل في أدب الرحلة هو وسهرته منه ليالي كذلك سهرته أقصصات شيك تذكر سهرته سبكتاكل وأنا خدمت له سبكتاكل اسمه سهرته أنا مو بني سبكتاكل معاه شادي سهرته أنا سهرته اللي هو مقتبس من سهرته منه الليالي خدمنا على سهرته
على على المسرحيه نتاع راعي النجوم هكا الزوز اللي تقابلوا وكذا. لكن انا عملت زاده ريشيرش على شكون خدم عليه في السينما اللي هي التريولوجية ذيك نتاع اول 70 73 خدمنا على هذيك في بلاد تراناني و تريولوجيسيون من مشهد نخدموه بال بالاوف نتاع الفيلم وتعدت يعني سبيكتاكل حلو ياسر. عملنا وقتاش عملتها سهير؟ 2009 هكا 2009 خدمناها. انا جو فيها معز فيها شاكره ومعز الجديد. معز الجديد وعلاش ما تعاودش ترجع لحاجات هكا؟ علاش كون قال لك ما نعاودش؟ ليه معناها يعني كلمة مؤلفين كيما الدعاج وغيرهم معليش معناها والله ولا ترجع للاثر بيدو. انا كي نلقى يعني اثر هكا يشرهني الممثلين موجودين والنص موجود لا 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 مو الاثر تظهر معاه في عشق وحكايه اي النجم تدخل فول معناها تحينه بتات. وي وي يلا. اما الدعاجي راهو الدعاجي يعتبر فهمتني مجدد في مجدد اي مجدد اسم كبير بصراحه في في ميدانه هو لو بيوني. واهم حاجه تعكس الحياه بتاع الدعاجي خاطر راهو كي مات مشاو فيه في جنازته مشاو اربعه من الناس وهو قاعد في سبيطار الرابطه وكتب برشا نثريات على على الفرمليات اللي غاديكا في تعامله معاهم. شو اللي قال؟ كان يقتلهم كان يقتل فيهم بالضحك وكذا وينكت معاهم وهو مريض مات جابوا له عنقود. هو الـ 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 يعني المقطع هذا هو اللي يعكس حياته وهو كيفاش عاش يلا. ولد في 30 سبتمبر 1962 متر 90 وسط دفاعي تعدى بعديد الفرق منهم ميلان سي وريال ساراكوس واجاكس امستردام وسبورتينغ فرانك ريكارد. وي هو فرانك ريكارد في منتخب الوطني الهولندي 81 حتى 94 73 مباراة 10 اهداف تعدى كما قلت بالفرق هذه دونك درب كذلك الفرق اللي دربها برشلونة سبارتا روتردام برشلونة غالاتا سراي المنتخب السعودي 2011 حتى 2013 بون كان اللي تي ان بون ديفونسور ان بون جوار في العصر الذهبي نتاع هولندا وميلان سي هو سان ميليو ديفونسيف سيت ان ميليو ديفونسيف لا لا ان جران جوور وبالطول هذاك وبالامكانيات هذيك تكنيسيان وطويل وبدنه سيت ان جوور كومبلي مثل ثلاثي الرعب الميلان سي التاريخي والهولندا التاريخيه هو فيدو فرانك ريكارد رود جوليت وماركو فان باس نجم تزيدهم كومان شوي لا كومان ما نعرفش على هولندا مي بون مي ينجحوش كمدربين هذوما تشوف لا كارير نتاع جوور اي بي كارير راي نتاع المدرب مختلفة 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 وياسر تخضع لل سانوتر اكزرسيس للحظ للحظ دونك هاك تراه فما دي زونترونور مثلا كبار تراهم وبعد يعمل لك بيرفورمانس خايبة ثانية كارير وصايم مشي ولكن اغلب هو يلزم جوار يلزم لا لا المدرب كيما تقول انت ممثل بعد يلزم يولي مخرج مو انت لا لا مو انت كي تشوفه با فورسيمون ولكنك انت كي تشوفه هو ان غران جوار ويعتزل ويدخل التدريب با مش كل تو اسبير انك انت يعمل كارير كبيره ولكن اغلبهم اغلبهم مش صحيح معنا اولها مارادونا مثلا سامحني انت مثلا فريق معين ما عندكش جواريتك ما همش تكنيسيان وتجيب لهم فرانك ريكارد يلعب لك المدرسه الهولنديه والمدرسه برشلونيه تك تك بوم بوم سي ديفيرجون عندك جوار ما يعرفش يعمل كنترول تبي تبيع بشي حد في السعوديه سنه باتكو مارشي والله ما قصرت يا يلا الميتيو بعد الاخبار واخبار الرياضه نرجع بعد شويه في راسين كاري